أنا طبعاً حنتابع موضوعنا الرئيسي مع ضيفتنا رهف قباسي، مدربة صحة نفسية وذهنية. أهلا وسهلا فيك يا رهف. أهلا فيك. نحتاجك كثير عشان نبغى نشوف نفسياً هل هذا صحيح ولا لا، خاصة بموضوع الدراسة، أنه فعلاً هل لو عندك أنت شريك متفائل العلاقة تدوم أو تكون أطول؟ 100%. أو تأثر على صحة الشريك؟ له تأثير كتير كبير، لأنه بالنهاية أنت عم تختاري شريك تمضي على قد ما بتقدري وقت معه. فهذا الشريك بده يكون متناسق معك فكريا وذهنيا وعاطفيا وجسديا وكل هدول الأخبار. فإذا كان متفائل فالحياة حتكون متفائلة، نظرة الأمور رح تجي من نظرة إيجابية. التعامل مع المواقف السلبية أو المواقف اللي بتكون شوي فيها مشاكل رح تطلع بالحلول بطريقه ايجابيه، فاكيد يعني ما لسه كنت حقول لك يعني الواحد كيف يعرف انه هذا الشخص متفائل، خاصه انه في البدايه كله يعيش فتره الهانيمون على العشره وعلى الكوميونيكيشن التواصل، لانه بدك تعرفي هذا الشخص كيف بيتعامل مع المواقف لما يكون مثلا معصب، او كيف لما يوقع بمشكله، لما حدا يزعله او لما هو يزعل من حدا كيف بيتعامل، هل عنده ردات فعل غير مدروسه، هل بتحسي انه لسانه سابقه يعني وبيبلش بينفعل وبيحكي حكي جارح للعالم، ما عنده احترام لغيره، بعدين بيرميها على انه مالكي شو صار. فهدول الذكاء العاطفي بدك تقوله والسلوك هو اللي بيأثر. هل فعلا الامراض اللي تصيبنا مثلا الشيخوخه الخرف لما مثلا نكبر او الزهايمر مرتبط بحياتنا بحياتنا في سن اصغر؟ ايه ولا، يعني هدول الامراض ممكن يكونوا وراثيين او جايين من الجينات. أوكي. ولكن كل ما انت اخترتي لنفسك سلوك او حياه صحيه، اللايف ستايل صحي اكثر، كل ما انت اخرتي الامراض اللي معقول تصيبك على عمر كبير. انت قلتي لي قبل شويه كلام صراحه جدا جميل، لانه كنت بقول انه هل في دراسه تثبت انه الزواج فاشل؟ فانت كان عندك رد مره حلو، يا ريت تقولي لي اياه. الزواج بيفشل لما نتجوز للأسباب الغلط، لما ناخده لهذا القرار مبني على أسس غير متينة وغير شو بيقولوا بيس سترونج، يعني منه كتير قوي وللأسباب الغلط. يعني بدي أتجوز لأنه رفقاتي كلهم تجوزوا، so I don't want to miss out مثلا. أوكي. أو لأنه أهلي كبروا بالعمر وبدهم يشوفوا أولادي، أو لأنه عشان ما أعيش برا ولازم أتزوج عشان أعيش برا مثلا. فالأسباب الغلط بتدفع للزواج يفشل 100%. بس أوقات هذا كمان يجي على ضغط الأهل المشكلة، يعني للأسف أنه لسه في أهالي أنه ما تقدر تسافري إذا ما تزوجتي، ما تقدر تكمل دراسة إذا ما تزوجتي، ما تقدر ما أدري إيش تسوي عشان ما تزوجتي، فتضطر أنها هي تتزوج عشان تسوي اللي لنفسها فيه. أنا ما كتير بأيد فكرة تضطر تعملي شيء أنت منك راغبتي. هون بيرجع الواحد لقدي شاغل على نفسه. أنا كتير بأيد فكرة أنه الواحد يعمل ثيرابي، يعمل شغل لحتى تقوى شخصيته، تقدر تحطي حدود بين أي شخص معقول يفرض عليك قرار منه مناسب لإلك ومنه صحي لإلك أو لإلك. فقد ما كان في ضغط بالذكاء بالمجتمع كمان وبالثقة فيك تقولي لهم شكرا على النصيحة، ولكن أنا رح أعمل للي بيريحني وللي بيناسبني أكثر. كلام سليم وصحيح 100%. خلينا نرجع لموضوع التفاؤل. التفاؤل هل هو قرار ولا هو شخص يتولد متفائل ولا مثلا يتربى على التفاؤل؟ الثلاثة مع بعض. أوكي طب حلو. لكن في عالم إيه بيخلقوا هن بتحسيون فرفوشين، وفي عندك عالم لا بدهم يشتغلوا عليها مثل أي كل مثل اي مهاره. أي. تكتسب وتتعلميها وبتنميها وبتقرري انه انا بدي اكون متفائله. ولما تقولي بدي اكون متفائله هذا ما بيعني ان انت عم تشوف الدنيا بعين بورود ورود وهيك. لا. أي. بالعكس، انك تقرري يكون عندك نظره ايجابيه ومتفائله للامور معناتها انه انا شو ما صابني شو ما صار معي انا راح اتعامل مع الموضوع بطريقه ذكيه وواقعيه وايجابيه. خلينا نعطي مثال رهف، بس مثال الجائحه بال2020 كلياتنا قعدنا بالبيت ما عارفين شو ناطرنا. في عندك قسمين من العالم، العالم يلي فاتوا بالمود تبع البانيك شو بده يصير فينا، وعن جد اطلعوا بالامور بنظره تشاؤميه خلص. صح. خلصت الدنيا. وعندك التايب الثاني من العالم يلي انه
انا رح استغل هذا الوقت لاقعد مع عائلتي، رح استغل هذا الوقت اشوف انا شو كان عندي كورسات عبالي اخذها، خليني اشوف مين عم بيعطيها اونلاين اللي انتبهوا على صحتهم اللي سووا اونلاين اللي انا كنت من هدول العالم تعلمت اعمل هيد ستاند وتعلمت ارسم هيد ستاند كل حركات والله تحت اليوتيوب ويلا عرفتي. فهي عندهم نظره تفاؤليه وعندهم نظره ايجابيه للامور، حتى لو كنا قاعدين ب شو بيقولوا مستوى السيتويشن الوضع سلبي وفيه مشاكل وفيه كل شيء، انت بدك تاخذي ستيب باك. بس ما تتوقع حسب الظروف، يعني في ناس يعني حرام اوقات تجيهم الاشياء ورا بعض طف طف طف، عارفه كيف؟ فتحسي انه مرة صعب بالنسبة لهم يكونوا متفائلين، لأنه شافوا كثير مثلاً الفترة اللي فاتت، يعني حتى الجائحة صحيح في ناس أخذوها بإيجابية، بس يمكن هذول الناس أخذوها بإيجابية ما تأثروا زي الناس اللي مثلاً اتطلقوا أو خسروا فلوس خسروا وظائفهم وملاقين شغل. فهنا كمان أعتقد أنها نسبة وتناسب نوعاً ما. صح، بس كمان كله بالعقلية، يعني أنت لما يكون عندك الرفاهية العقلية أو الرفاهية الذهنية شيء، يعني أنا نميت المهارات تبعولي بطريقة إنه أنا شو ما صار معي رح أعرف كيف أتعامل مع الوضع بنظرة تفاؤلية، لأنه بالنهاية كل شيء مؤقت، الأوقات الحلوة مؤقتة والأوقات البشعة مؤقتة، فخلوني أنا يعني دير بالي على صحتي النفسية وصحة الشريك ونشوف كيف بدنا نلاقي حلول تناسب كل الأطراف على قدر المستطاع. فالعالم اللي أنت عم تحكي عنهم أنا بأكد لك مش شاغلين على حالهم، يعني عم بيحطوا يلا بيعيشوا نأجل وخلاص. وعم بيعيشوا كل لحظة بلحظتها. العصبية فيك تعمليها بطريقة تفاؤلية، يعني العالم بس يسمعوني عم بقول هالجملة بتفاؤلية كيف أوكي. كيف فيني أعصب بتفاؤل؟ أصرخ بس أقول الحياة حلوة مثلا، إيه روحي عبري عن بس أنا بصرخ على مثلا في أوكي. عنا هون كثير محلات بدبي فيك تروحي تنفسي عن تعصيبك تكسري أخبار شفت هذا المحل إيه. هيدي طريقة أنا شفت عمل سكاي دايفنج طريقة إيجابية للتعبير عن التعصيب إيه. يعني كل شيء له طريقة صحية نعبر عنها ونعيشها، هي المهم بس الواحد يعمل أفورت ويقرر أنا بدي أكون شخص متفائل. طيب بجواب نعم أو لا، الزواج بشكل عام يحسن الصحة النفسية؟ يس. إذا مع الشريك الصح يس، وللقرار يعني القرار جاي على أسباب صحيحة يس. طيب رهف أنا حازمك يعني مرة ثانية على البرنامج عشان نتكلم عن الشريك الصح، يلا. لأنه في الشريك الصح مفهومه كثيرة وكل واحد يشوفه بطريقة مختلفة، عشان كذا الناس تضيع تقول طب أنا اخترت الشريك الصح إيش صار؟ رجعوا اتطلقوا والناس تخاف من الزواج. الشريك الصح depends on شو بالضبط. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. ورهف إحنا سألنا المشاهدين في بداية الحلقة إذا فعلا يوافقوا على هذه الدراسة وأن الزواج من شخص متفائل يحسن الصحة النفسية للشريك. خلينا نشوف الإجابة. يلا أوكي. الكل قال نعم، والله ما أشوف صراحة، 94% قالوا نعم، وكم لا؟ 6% قالوا لا. الحمد لله، يعني الحمد لله أغلب الناس قالت نعم. شكرا رهف، يعطيك ألف عافية على وجودك معنا وعلى كل المعلومات والأفكار اللي ناقشناها سواء أكيد. ونختم فقرتنا مع بعض المعلومات الخاصة والمفيدة عن هذا الموضوع.